بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حضره سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. شباب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مكملين ان شاء الله باذن الله في الابيسود ده مع البلاجنز برضه. طيب اليوم راح نحاول نستهدف ان احنا نعمل انستاليشن لبلاجن، تمام؟ بلاجن واحده لا اثنين ان شاء الله باذن الله. طيب ليه اشمعنى اثنين؟ بس علشان احاول اوضح لحضرتك الفروقات اللي بتضاف. يعني في بلاجنز لما تضيفها بيظهر تاثيرها مثلا على التكست اديتور اللي بنكتب فيه الكلام. في بلاجنز لما تضيفها بتروح تضيف لك حاجات في الويدجت. في بلاجن لما تضيفها بتحاول تضيف لك حاجات مثلا في البيجز كده يعني وانت ماشي. طيب اوكي انا هاخد، انا عندي طريقتين ممكن من خلالهم اني اضيف بلاجن جوه ووردبريس. اما اني اروح للبلاجن واد نيو وابتدي ادور هنا او استخدم السيرش واكتب اسم البلاجن اللي انا عايزه وبعدين اضغط انستول ناو عليها، او اني اعمل ايه، اعمل ابلود البلاجن بعد ما طبعا اكون انا نزلتها. طيب انا هبتدي بالاولانيه الاول، يعني ايه اني انا احاول ادور على بلاجن معينه واعمل لها داونلود وبعدين اعمل لها ابلود على جال ووردبريس. ماشي ما في مشكله. انا رحت wordpress.org يا جماعه ورحت سرشت على بلاجن باسمها، كان اسمها تايني ام سي اي ادفانسد مثلا. يعني انا اي بلاجن انت مثلا بتلاقي لو دخلت على يوتيوب وكتبت مثلا توب 10 ووردبريس بلاجنز هتلاقي في الاف الفيديوهات اللي بتتكلم عن افضل 10 بلاجنز لووردبريس وكل واحد مطبقها حسب فلسفته وجهه نظره واستخدامه. المهم يعني مثلا انا رحت wordpress.org والبلاجن دي عجباني، يعني ممكن ابص في الديسكربشن بتاعها وابص على لاست ابديت كان من اسبوعين، ده معناه ان التيم اللي عملها شغال، الريتنج بتاعها واخده 230 صوت على 5 نجوم تمام، والسكرين شوتس فيه والسبورت بتاعها يعني، وفي فاك في الفريكونت اسك سكشنز، يعني في كلام كده جميل. اوكي انا اجي من تحت كلمه داونلود، انا كليك على داونلود عشان انزل بلجن دي دايركت ليها راجل بلجن نزلت، ملف مضغوط ذات اي بي حجمه بيكون صغير 278 كيلو. حلو كده انا عملت لها داونلود. حلو اروح على الموقع تبعي واروح اعمل ايه، ابلود للبلجن. طب هيقول لي فين البلجن، هقول له تشوز. تشوز يا معلم خلاص اوكي، افتح اللوزر بتاع التشوزنج. انا بدور على ملف ذات اي بي اسمه ايه، انا مش فاكر اسمه. المفروض كنا نكون مركزين شويه واحنا وبنعمل لها داونلود علشان الاسم بتاعها يكون عباره عن ايه. طيب انا نبص عليها مثلا عندي على سطح المكتب، كان اسمها ايه يا ربي، سكرين شير. طيب اروح مره تاني للداونلودز، هي على فكره اساسا مش موجوده على سطح المكتب، موجوده في الداونلودز. والله موجوده في الداونلودز. طيب ماشي اوكي خلونا نعمل ابلود ونعمل تشوز ونروح على داونلودز وندور على البلجن دي، كان اسمها تايني هي ديت يا جماعه. اوكي ونعمل لها اوبن، انا اسف على الروشه دي، وبعدين اعمل لها انستول ناو. في الطريقه دي هو بيبتدي يعمل لها ابلودنج، لو انت بصيت من تحت مش عارف اعملها طبعا، اعملها ابلود على جلب الووردبريس وبعدين روح فارتها على الداتابيز ويدي لك الفيتشرز او يدي لك المميزات تبعها، وهو كده بيحاول يعملها انستاليشن. هنا راح نحاول نستهدف هي البلجن دي بتعمل ايه بالظبط يعني، تمام. اوكي خلينا نعمل بعد ما هو عمل لها انباكينج وعمل لها انستولينج وإذا انستول مش بس غير انت تعمل لها اكتيفيتنج، خلاص ماشي اعمل لها اكتيفيت. ايوه بعد ما عملت لها اكتيفيتنج فراح بيقول لك ده بلجن اكتف، خلاص نت في دي مش عايزينها، وراح بيقول لك ان انت عندك في البلجنز بلجن واحده واكتف اسمها تايني ام سي اي وليها سيتنج وممكن تعملها دي اكتيفيت وممكن تعملها اديتنج، وديت هي الديسكربشن بتاعها وديت التيم اللي عمل لها ديفلوبنج، وديت لو انت عايز تروح على الديتيلز اللي هي ايه اللي هي الديتيلز دي الديسكربشن والكلام الفاضي ده وغيرها من الامور يعني، تمام كده؟ جيد ماشي، انها كده تقريبا الامور تمام زي الفل. ما تيجي بقى نشوف تاثير البلجن ديت عملت ايه. طب انا لو رحت السيتنجز، يعني انا مش كلامي على السيتنجز بس بقول لك بص، ما كانش ضافيت لي حاجه اسمها تايني ام سي ادفانسد تمام جيد، وانا مش راح اتكلم في البلجن دي على وجه التحديد، لا لا لا، بس انا بحاول اقول لك يعني ايه الفاندمنتالز بتاعت البلجنز. طيب انا اروح كان يعمل بوست جديد، اد نيو بوست، وبمجرد انت عملت لها اكتيفيتنج بقى هتلاقي الفرق بقى، ها هتلاقي الفرق وانا هوري لحضرتك الفرق دلوقتي بعد ما اعمل لها دي اكتيفيتنج. ها البوكس ده حاسس ان في حاجه اتغيرت،
في حاجة اتغيرت، اتضاف لي حاجة زي برنامج الوورد، فايل واديت وانسيرت وفيو وفورمات وتيبل وتول، ده ما كانش موجود قبل ما اركب البلجن. هي البلجن دي مسؤولة عن كده. لو انت كنت بصيت في الديسكريبشن، طيب ايه القصة؟ خليني اروح للانستول بلجنز مرة تانية واروح اعمل لها هي دي اكتيفيت، يعني ايه هي موجودة بس انا موقف عملها، حلو كده، واروح كاني هضيف بوست جديد. هتلاقي ان اللي اهو بقت الصندوق ليفت راضي يا جماعه، ما فيهوش القصه دي. يبقى الفيتشر اللي اضافتها لبلجن على جنب التكست بوكس ده، ها يعني البلجن دي بتشتغل على ايه؟ على التكست بوكس، تكست اديتور. انا هنسف التكست اديتور ده، محرر النصوص بتاع الورد بريست ده، وبتضيف شويه الحاجات الحلوين اللي انت شفتهم دول. ديت نقطه، وانا مش بصدد اني نشرح ايه البلجن دي بتعمل ايه والكلام الجميل ده، لا مش كده، تمام؟ لا انا بحاول استهدف حاجه ثانيه، يعني بس احاول بتكلم بشكل عام عن البلجنز، تمام؟ طيب اوكي، دي كانت واحده من ضمن الطرق اللي انت ممكن من خلالها تدرس بلجن. الطريقه الثانيه انك تسيرش يا معلم. طيب سيرش يا معلم، وانا هكتب بك، انا هكتب بلجن بعينها، سوشيال ميديا ويدجت، دبليو اي دي جي اي تي، سوشيال ميديا ويدجت، سوشيال ميديا ويدجت كده صح؟ الكيورد مش لاقي. طيب سوشيال ميديا بس، انتر. ايوه ماشي اوكي، انا صراحة انا عايز دي، يعني عشان عايز اوري الناس تاثير، اقصد يعني اللي هي بتاعت نوها كيجن دي. اوكي جم. طب عادي، دي بتضيف لي السوشيال ميديا اللي هي الفيسبوك وتويتر والشنشنات الايكونز دول. ايوه انت كده بتحاول تفهمني، يعني عارف انت البلوك كده اللي بتضيف فيه السوشيال ميديا ايكون، هو ده. عارف انت البلوك اللي بتضيف فيه السيرش بوكس والبلوك اللي بتضيف فيه مش عارف كنا ايه الكلام ده، هو اللي بيعمله بلجنز. طيب الطريقه الثانيه اني انك تعمل بس جاست انستول ناو، ومش لازم تنزل وترفع، لا هو في انستول ناو يحاول يعمل لها دايركتلي تنزيل ويرفع. بعد انستول ناو محتاج انك تاكتفها، تعملها اكتيفيت، تمام كده؟ وخلاص اكتيفيت كده، هي ايه البلجن ديت شغاله معاك. ادي واحده مش متاكتفه علشان كده اكتيفيت شغال فيها، وتلاقي ان لونها باللون الاسود العادي، واحده متاكتفه تلاقي الاسود بولد شويه، اللي هي احنا راح نحكي فيها ان شاء الله باذن الله دي. طيب اوكي، دي بتعمل ايه؟ خلينا ماشي، هذه الفرق تاني. انا اظن ان انت خمنت الفرق دلوقتي، لو انت بصيت في البار اللي على الشمال ده هتلاقي اتضاف لي كونتنت تحت السيتنج اسمها سوشيال ميديا ويدجت، دي ما كانتش موجوده. علشان كده مره تانية الكنترول الباك اند دي كلها، يعني مش شرط انها تكون ثابته عند كل الناس، لان كل بلجن انت بتضيفها ممكن تضيف لك عناصر موجوده في الباك اند ديت، في القائمه دي، تضيف في السيتنجز، تضيف من بره، تضيف في البيج، تضيف في الكومنت، تضيف زي ما انت عايز او زي ما هي عايزه. طبعا انا برضو مش هتكلم على السيتنج، انا شغلي دايركتلي في الابيرنس على الويدجتس، تمام؟ وهتلاقي في الويدجت بقى حاجه اتضافت اسمها سوشيال ميديا ويدجت، ايوه هي دي. انا هاخدها مثلا واطلع فوق، انا هضغط كليك عليها واضيفها في المين سايد بار واعمل اد ويدجت، تمام؟ سوشيال ميديا ويدجت، هي كده اتضافت مرتين يعني فول اس. انا مش عايز دي، يعني خليني احذف مثلا واحده عشان انا نسيت تقريبا، انا كنت يعني كنت ضايف واحده ربما في البروفا بتاعت الفيديو وما حذفتهاش. المهم ادي البلجن اللي هي سوشيال ميديا ديت. بص يا سيدي، ديت هو بيقول لك انا برضه مش بصدد الحديث عن الكنترول بتاع، يعني هي بتعمل ايه فولو اس. لو انت عايز تضيف تكست انت ممكن تكنترول في الايكونز. المهم السوشيال نتوركينج في الفيسبوك، ولنفرض انا عايز الحساب بتاعي انا الشخصي، هروح مثلا على فيسبوك واروح على الصفحه الشخصيه بتاعتي واخد الرابط مثلا، الرابط ده اخده كنترول سي، او لو مثلا الصفحه الشخصيه الرابط بتاع الفيسبوك بيج اللي انت عايز، المهم وغيرها يعني. وبتلاقي انت حاجات كتير، فيسبوك وجي بلس وتويتر وماي سبيس واركوت ولينكد ان وفور سكوير واباوت دوت مي، يا نهار ابيض كتير كتير جدا جدا جدا، وفي كنترولز كتير، بورتفوليوز وميوزك واوديو بلوجينج وسوشيال، يا نهار ابيض كتير يا جماعه. اوكي انا بس مش هشغل غير الفيسبوك بس، واعمل ايه؟ ريفرش ريلود
ونشوف الفرق في لو انا رحت مثلا الصفحه الرئيسيه اهو، هلاقي ضاف لي ايكون صغيره دي بتاعت الفيسبوك، لو انا ضغطت عليها هيروح يوديني على الفيسبوك بيج او الفيسبوك بروفايل بتاعت الشخص اللي اسمه علي فروج نجار. وطبعا هو ايه الحمد لله يعني ايه جاء في الحسابات والكلام اللي ملوش لازمه ده. طيب ديت الفكره بتاعت موضوع البلجن. وضعنا بلجن اكستندنج بتحاول تاكستند تمد الفيتشرز او تمد الخدمات اللي بيقدمها لك ووردبريس. يا رب يكون لغايه دلوقتي موضوع البلجنز سهل وبسيط وفي المتناول لينا باع في الحديث مع بلجنز سبيسيفيك على وجه التحديد في مشروع التخرج. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.